سبحان الله بعد العاصفة ترى ماكو شيء، أنا فريت عبارة من الديرة لحولي والسالمية ماكو شيء، الشوارع نظيفة يعني، هو ترى كل المطر يمكن ساعة ساعتين نفس الزحمة. يعني احنا بالكويت ما عندنا مشكلة كبيرة يعني، بس عندنا أماكن بالشوارع تبي تغيير تبي تعديل، بس في أماكن حواري اللي هي بالداخل، الشوارع الخارجية يعني أغلبها زينة، بس الشوارع الداخلية اللي مو تحت عين نظر المسؤولين هي اللي فيها عيوب. فالحمد لله يعني الحين تقريبا الساعة 11 اليوم الثلاثاء 27/12/2022 الموافق 3 جماد الأول 1444. فالحمد لله ما في إلا العافية، اللي قولت الكويتيين يقولون ما كل العافية، يعني الشوارع مية مية، وإحنا ترى ما عندنا يعني مشكلة بالزحمة، بس وقت الظهر ووقت ثروة المدارس والموظفين ووقت شو اسمه اللي يعني اللي هو طلعة المغربيات. فالحمد لله رب العالمين، يا رب ان يعني تنتبهون للحواري الداخلية، المناطق الداخلية اللي فيها طين، الشوارع اللي مو مضبوطة، وان شاء الله يا رب كل سنة وانتم طيبين وتل علينا سنة 2000 ومو 22/23 وانتم طيبين وسعيدين، واحنا معاكم الجميع، قولوا امين امين. بسك نوم يا ول لطائي.